نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. معقدة في موسكو لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، سبقه لقاءان ثنائيان بين كل من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف. وبالتزامن مع هذه اللقاءات انطلقت اجتماعات لوزراء دفاع هذه البلدان أيضا. وقد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن خبراء يعملون على نص إعلان موسكو من الخطوات لدفع التسوية السورية، وأضاف أن روسيا وتركيا وإيران مستعدة لتكون جهات ضامنة. من جهته قال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أن التنسيق بين الدول الثلاث يؤثر على الأوضاع في حلب. إلى هذا قال جاويش أوغلو أن التنسيق الحاصل أمر إيجابي للتعاون بشأن حلب، وأعرب عن الرغبة بتعزيز التعاون في مناطق مختلفة في سوريا مع ضرورة استبعاد الإرهابيين. هذا وكان ظريف قد شدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية في سوريا، وأكد حرص بلاده على ذلك في المشاورات مع تركيا وروسيا. لدينا مباحثات ثنائية منذ زمن مع كل من روسيا وتركيا لحل الأزمة السورية بما يراعي وحدة أراضي هذا البلد وسيادته، ويحول دون التدخل الخارجي في قضايا سوريا الداخلية ويحترم رغبات الشعب السوري، وإلى جانب ذلك يضمن محاربة تنظيم داعش وجبهة النصرة اللذين يرتكبان الجرائم في كل أنحاء العالم. لافروف قال لا رحمة مع الإرهابيين في سوريا. جاء ذلك خلال لقائه مع جاويش أوغلو والحديث عن اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندري كارلوف. وأضاف لافروف أن الاغتيال جعل الحوار أشد ضرورة بين موسكو وأنقرة. هذه المأساة تجعلنا نكافح وبحسم أكبر ضد الإرهابيين، وتجعل لقاء اليوم أكثر حيوية، وآمل أن تسمح محادثاتنا ولقاءاتنا الثلاثية بإيجاد الظروف المطلوبة لإيصال المساعدات الإنسانية وبدء المفاوضات السياسية وعدم التسامح مع الإرهاب. على صعيد الأزمة السورية، أكدت الأمم المتحدة موافقة الحكومة السورية على إرسال 20 موظفا إضافيا في المنظمة من دمشق إلى حلب، وقالت إن مهمة العاملين الدوليين هي مراقبة الإجلاء ومتابعته. هذا ولفتت المنظمة إلى أنه جرى إجلاء 750 مدنيا من قريتي الفوعة وكفرية. من جهتها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نحو 25 ألف شخص تم إجلاؤهم من الأحياء الشرقية لحلب منذ الخميس، منهم 15 ألفا أمس الاثنين. نبدأ نشرتنا مشاهدينا من أرض الميدان ومن حلب تحديدا، حيث واكبت كاميرا المركز الإخباري برفقة الزميل جعفر عمليات خروج 50 حافلة عبر معبر الراموسة تضم آخر دفعات المسلحين وعائلاتهم من أحياء حلب الشرقية. نحن بانتظار آخر يعني خروج آخر المجموعات الإرهابية من هذا المناطق التي تسيطر عليها، وذلك بعد إخراج دفعات يعني كدفعات الأولى من هذه المجموعات الإرهابية من عدة مناطق كانت تسيطر عليها. بالطبع يعني أيضا الجيش السوري كان له نداء أخير لهذا المجموعات الإرهابية عبر مكبرات الصوت لآخر من تبقى من هذا المجموعات الإرهابية بأن أرادوا الخروج بأن يلتحقوا بالحافلات التي هي في ضمن منطقة السكري تحديدا وضمن الشارع الواصل بين تل الزرازير والسكري، هذا النقطة التي يتجمع بها المسلحون مع عائلاتهم. بطبيعة الحال الجيش السوري الآن يتأهب للدخول بعد خروج المسلحين من هذا المناطق، وذلك لتمشيط المنطقة هندسيا. نحن نعلم بأن معظم الفصائل الإرهابية زرعت عدد كبير من العبوات الناسفة في هذا المناطق، بالإضافة إلى ذلك قامت بحرق عدة منازل وتلغيم عدة منازل، ما يعني يصعب عملية الدخول إلا عن طريق وحدات الهندسة للجيش السوري. بطبيعة الحال نحن الآن في معبر الراموسة، أقرب النقاط لمعبر الراموسة الذي هو خلفي مباشرة المعبر كما تشاهدون، بانتظار خروج 50 حافلة دخلت منذ
الصباح. نحن ننتظر يعني خروج الحافلات التي هي ستكون ضمن الحافلات الأخيرة للفصائل الإرهابية. اليوم إن شاء الله سيكون هناك إعلان لإخراج جميع المسلحين من هذا المناطق، وبالتالي بانتظار تحرك الجيش السوري للتأكد من إخلاء المجموعات الإرهابية للمناطق، وبالإضافة إلى ذلك لاستقبال الأهالي الذين سيبقون. نحن نعلم بأن هناك عدد كبير من المدنيين رفضوا الذهاب مع المجموعات الإرهابية، وأيضا بعض منهم في نقطة الراموسة تحديدا بالأمس وقفوا وترجلوا من الحافلات ورفضوا الذهاب في آخر اللحظات التي تفصلهم عن مواقع سيطرة الفصائل الإرهابية في منطقة الراشدين، ويعني أرادوا البقاء وذهبوا باتجاه نقاط الجيش السوري. نبقى في حلب. العشرات من أهالي أحياء حلب الشرقية بينهم عدد من المخطوفين يصلون إلى نقاط الجيش العربي السوري في منطقة جسر الحج بعد فرارهم من سجون الإرهابيين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيفكم؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. كيفكم؟ كيف كان طريقكم؟ الحمد لله كويس. من وين جايين؟ نحن معتقلين من وين؟ جبهة النصرة. وين؟ واحد يحكي لي. أول شيء كنا في المول، تمينا تقريبا حوالي أنا شيء شهرين في المول. مول الشعار. بعدين فرزونا شالونا على البرجيات اللي عند طلعت الفردوس، طلعت الزبدية بآخرتها. هون في تمينا تقريبا حوالي شيء 15 يوم. بعدين صار كركبة الظهر زيادة عن اللزوم، ففي ناس صفوها وفي ناس طالعوا وفي ناس أخذوها مع الريف. في ناس قتلوهم؟ إيه. يعني هلا هنيك في ناس؟ لا ما بنعرف، بس شفنا ناس كتير اندفنت. انت شو كان تهمتك؟ نحن التخابر مع النظام. قديش صار لك محبوس؟ تقريبا شهرين ونصف. انا تهمت مني اخوي عسكري صار له 6 سنين 7 سنين. انتوا الاربعه كمان، انت شو تهمتك؟ كمان تخابر اخوي. هذا لاني اخو عسكري، اخوي عسكري وجوا شايلونا تخابر معني. عيالكم وين؟ انتوا من وين اساسكم؟ نحن من هون، منهم من المواصلات، نحن من الشعار، من انا بالهلوك. عم بحرق كل شيء، ايش في موتورات، سيارات، مستودعات، اكل، شرب، كله تلبيت. اغاثه لنا 6 شهور. والله جوعونا 6 شهور، حرمونا اخر شيء، حرقوه حزنين المرتديل، جوعانين، وهذا الدليل. 6 شهور حرقوه، حرمونا منه بعدين حرقوه. نحن صرنا 3 ايام موقفين مثل الكلاب، ما بيخلونا نطلع. ما بخلوكم تطلع؟ ما عم تطلع. انا زلمي مرضان سرطان، بدي مستشفى، جيت لهوني بالغلط لأطمن على بيتي، صلي سنة من الحصار الأول، لا خليت صليب أحمر، لا خليت هلال أحمر، لا خليت حدا نشتهم، كلهم وافقوا طلعوا لي إلا هنين. هوياتنا وإثباتاتنا حرقوها، إثباتات كلها حرقونا إياها بشكل كامل. حرقولكم إثباتاتكم؟ كل شيء. ما سلمونا لا هوية ولا شهادة العمومة ولا هوية ولا شيء نهائيا. كلهم حرق. كل حتى المصروف تعالوا تمين 3 أيام في الضبط، يقولوا لنا كل يوم بكرة بكرة، آخر شيء ما أعطونا شيء، تركوا تموا رايحين. حرقوا لكم كل شيء. إذا عندك أكل بالبيت يأخذوا لك. إذا عندك أكل بالبيت يأخذوا لك. أبدا. أي إذا وصلت عند لهالدرجة وخذ من هنيك وأنت رايح. شو بدك تقولي؟ الله يحمينا أنتو يا رب، يخلينا أنتو، والله كتير انظلمنا وجعنا وهانونا، كتير كتير هانونا. خيو حمد على سلامتكم. الله يسلمك. إذا التهمة كانت التعامل مع الدولة، التخابر مع النظام. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك استاذ شادي. طبعا بامر من القائد الميداني تقدم لكم كل التسهيلات الى ان تصلوا لمنازلكم فورا. الله يبارك فيك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وين تخدم؟ بالجيش العربي السوري، بطل من ابطال الجيش العربي السوري. هذا اللي انتم كنتم محبوسين مشانه؟ ايه ده اسروني لانه انا شبيح، ورحنا نترخص كرمال الوطن. يا رب. الله يسلمك. باي شباب. الله يسلمك استاذ. هاي أخوك. الحمد لله. كمان ها أنت كمان كنت عم تقولي أخوك. هذا. الله يسلمك يا أستاذ شادي. في آخر مطاف لا ينتصر إلى الحق. إلا الحق. نعم. ونحن أصحاب حق. إن شاء الله. إن شاء الله. كل الآن موجودة لنصرة الحق. الله يحميكم. شو ناقصهم؟ شو بدكم؟ شو جوعانين؟ بدنا الله يحمي. بس نخلص بخير وسلامة إن شاء الله. الله يبارك فيكم يا سيدي. الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يخليكم يا شباب، الله يوفقكم يحميكم جميعا. الله يسلمكم. الحمد لله على السلامة. الله وحدي.
شكرا شو المطلوب؟ بدكم آلية، بدكم شيء توصلكم؟ نفديك يا بشار بالروح بالدم، نفديك يا بشار بالروح بالدم، نفديك يا بشار بالروح بالدم. بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، قام الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال، يرافقه الدكتور مالك علي رئيس المكتب الاقتصادي القطري ومحمد شعبان عزوز رئيس مكتب العمال القطري، بمتابعة زيارتهم لمدينة حلب، مشاركا الأهالي أفراحهم، ناقلا إليهم تحية ومحبة القائد بشار الأسد لأهالي حلب. فرحة لطالما انتظرها الحلبيون كثيرا بانتصار الجيش العربي السوري على الإرهاب في مدينتهم الصامدة. وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، قام الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشراكي المهندس هلال الهلال، يرافقه عضو القيادة القطرية السيد محمد شعبان عزوز والدكتور مالك علي، بزيارة إلى مدينة حلب، وشارك أفراح أهالي حلب ناقلا تحياتي ومحبة القائد الأسد لأهلها الصامدين. شعب كشعب حلب اختار أن يلتف ويحتضن هذا الجيش، وأهل مورس عليهم الإجرام، فقطعت الكهرباء وقطعت المياه ولم يتركوا لهم شيئا، لكنهم أخطأوا، هم ما استطاعوا أن يقطعوا الإرادة والتصميم والمحبة وحب الوطن وحب قائد الوطن. حلب الشهداء، قالها القائد السيد الرئيس بشار الأسد. محملني أجمل التحيات والقبولات لكم يا أبناء الصفوف، يا أبناء الانتصار، يا أبناء ثم قام الهلال بزيارة ساحة سعد الله الجابري، ووضع كليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء
ووقفوا دقيقة صمت احتراما لأرواحهم الطاهرة. هذا وقد كان الأمين القطري المساعد قد التقى الفعاليات والنقابات والمنظمات، مؤكدا بأن مدينة حلب هي في عيون القائد، وأن كل شبر في سوريا سوف يطهر من دنس الإرهاب كما هي مدينة حلب. بدر جدعان، التلفزيون العربي السوري، حلب. دمرت وحدة من الجيش بالمدفعية مقرا لإرهابي جبهة النصرة في قرية عيون حسين بريف حمص الشمالي، وأوقعت 4 قتلى بين صفوفهم. مشاهدينا، ضبطت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي بريف دمشق سيارة بيك أب مخبأ بداخلها مجموعة من الفتائل لصواعق سريعة مخصصة لوصل العبوات الناسفة والمفخخات، حيث قامت الخلية الإرهابية بوضع الفتائل بأماكن مخفية ملفوفة بورق القصدير لمنع أجهزة الكشف من اكتشافها، لكن نتيجة تعاون الأهالي والمراقبة الدقيقة تم ضبط السيارة وإلقاء القبض على من بداخلها. ارتفع عدد جرحى اعتداء إرهابي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي بقذائف الهاون على أحياء سكنية بمدينة درعا إلى 10، بينهم 8 نساء بجروح متفاوتة الخطورة. التنظيمات الإرهابية استهدفت المواطنين أثناء قيامهم بأعمالهم اليومية والمعيشية وخروج الطلاب من المدارس. كنا مروحين فجأة فوقعت القذيفة. خبري، بتحكي للإرهابيين اللي عم بيستهدفوا أحياء درعا الآمنة؟ الله لا يوفقهم، الله ينتقم منهم يا رب. بس كنت أنا مروحة من جاني طالبة جامعة. تجمع عدد كبير. تجمع عدد كبير كثير من الطلاب بالشوارع، يعني بقول حلة مدارس وموظفين يعني. والله وأنا بالسبيل وأنا بالدار جوا ما شفت غير الدار أنت للشظايا، ولا حسيت يوم لقيت وين الدم بشر. والله كنت بالسبيل وعم نشتغل بالمحل وما في شيء، فجأة زتوا علينا قذائف. أول 3 قذائف زتوا علينا، أول واحدة والثانية صوبت فيها وما كان في شيء، وبس الغدر، هذا الغدر تعلمنا عليه هنا الغدر 4 سنين 6 سنين وهاي الخامسة والسادسة غدر. ورد للمشفى خلال نصف ساعة الفائتة 8 حالات إصابات، 6 منهم إصابات بسيطة وحالتين إصابات خطيرة، واحدة في العينين المشددة حالتها خطيرة، واحدة موجودة تحت العملية الجراحية حاليا كمان وضعها خطير، كل الإصابات إصابات مدنية. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن فريقا روسيا يمثل وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات والأجهزة الخاصة توجه إلى تركيا للتحقيق في حادث اغتيال السفير كارلوف. وقال بيسكوف إن الفريق الذي يضم 18 شخصا سيعمل في تركيا كجزء من التحقيق في الجريمة، موضحا أنه تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وأردوغان. ورأى بيسكوف أن أحد الأهداف وراء اغتيال كارلوف هو إحباط الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في سوريا بالوسائل السلمية، ولكن ذلك لن يؤثر على هذه العملية بأي شكل من الأشكال. وأكد بيسكوف أن المبادرة الروسية التركية حول إجراء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في كازاخستان لا تتعارض مع أي عمليات تفاوضية أخرى، نافيا وجود أي منافسة في هذا السياق. واعتبر بيسكوف أن هذه العمليات يجب أن تكون متكاملة أو مكملة لبعضها البعض، نظرا لكون هذه واحد هو دفع التطورات في سوريا إلى مجرى التسوية السلمية. النظام التركي أعلن اعتقال 6 أشخاص على خلفية جريمة الاغتيال. وزارة الخارجية الإيرانية دعت مواطنيها إلى الامتناع عن الزيارات غير الضرورية لتركيا حتى إشعار آخر، بعدما كانت السفارة الإيرانية أعلنت إغلاق أبوابها وأبواب قنصلياتها في تركيا اليوم.
مجلس الشعب أدان بشدة الاعتداء الإرهابي السافر الذي أودى بحياة السفير الروسي في أنقرة أندري كارلوف، مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي الجبان وصمة عار على جبين الدول الداعمة للإرهاب ويقتضي المساءلة القانونية على المستوى الدولي. ودعا المجلس في بيان له جميع الدول وبرلمانات العالم والمنظمات إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية وحشد إمكانياتها لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه. وأعرب المجلس عن أحر مشاعر التعزية والمواساة لروسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا ولعائلة السفير. وننتقل الآن مشاهدين مباشرة إلى حلب ومراسلنا بدر جدعان لنقل احتفالية إضاءة شجرة الميلاد في ساحة العزيزية. إليك بدر. نعم، تحية لك وتحية النصر لكل مشاهدي الفضائية السورية. بدأ الآن النشيد العربي السوري بنصر الجيش العربي السوري بهذا الاحتفال الكبير في ساحة العزيزية. الحقيقة جميع أهالي مدينة حلب وصلوا إلى هذه الساعة للاحتفال بالنصر الكبير والمؤزر الذي سطره الجيش العربي السوري والذي باركته عناية الآلهة لهذا الجيش العربي السوري. الحقيقة سطر أروع ملاحم البطولة والفداء. من هنا من ساحة العزيزية طبعا مشاهدي الفضائية السورية كما نشاهد المئات اجتمعوا اليوم، جاءوا إلى هذه الساحة للاحتفال بنصر سوريا ونصر حلب، لأن حلب تعتبر هي أهم يعني العاصمة الاقتصادية والعاصمة الشمالية للجمهورية العربية السورية. يعني مثل ما لكم شايفين فرحة كبيرة اليوم، فرحة كبيرة اليوم فعلا لأهالي مدينة حلب. رح انتقل للأهالي، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، أهلين بالنصر، أهلين بحلب النصر، أهلين بسوريا النصر. الله يرحم الشهداء وخلينا ننتصر بعيد المولد النبوي وعيد الميلاد. وهلا نرفع نزين الشجرة ونشعل الضوء. وبتشكر جيشنا وبتشكر القيادة الحكيمة وبتشكر كل إنسان والمراسلين والله وسوريا وبشار. شو بتحب تقول اليوم؟ كل عام وانتم بخير. اليوم باحتفالاتنا اليوم كان الصبح انتصار طلاب جامعة حلب، طلابها ما عدا كانوا اليوم اعصار بصالة الأسد الرياضية بساحة سعد الله، انتقل الاعصار إلى ساحة العزيزية. كل عام وانتم بألف خير يا رب. إن شاء الله كل عام وانتم بخير، فعلا كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير. يعني فرحة عم بتعبر وجوه أهالي حلب عن هي الفرحة الكبيرة. هي فرحتنا بالنصر، هي فرحتنا بعودة أبناء حلب كلهم ليعيشوا أفراح الأعياد. نحن عشنا أعياد من قبل كم يوم، عيد المولد النبوي الشريف، واليوم عم نعيش فرحتنا بعيد الميلاد واللي عم يتوجها نصر أهالي حلب وعودتهم مع بعض ايد واحدة، واحدة وطنية، فسيفساء جميلة. نقول كل عام وسوريا وكل ابناء سوريا بألف خير. كل عام وانت بخير، ايضا كل عام وانت بخير. انتم بألف خير. شو بتحب توجه رسالة اليوم لكل اهالي وكل اهالينا في سوريا؟ نحن الصبح طلاب سوريا كنا في صالة الاسد الرياضية وعملنا مهرجان انتصار حلب. اليوم بنقول لكل اللي عم بيشوفنا ولكل اهلنا بحلب وبسوريا، شمس سوريا الان تشرق من الشمال، نصر حلب هو انتصار لكل سوريا، هو كما قال السيد الرئيس تغيير في ليس أكبر من كلمة مبروك، هو تغيير في الزمان، تغيير في التاريخ. بعد انتصار حلب ليس كما قبل انتصار حلب. كل التحية هم أبناء حلب الشهباء الشرفاء الأبطال يوجهون التحية ويقدمون هذا النصر ويشكرون الجيش العربي السوري ويهدون هذا النصر للسيد الرئيس بشار الأسد. شكرا، يعطيك العافية وكل عام وأنتم بخير. سوف أنتقل الآن إلى الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال، يعطيك العافية. أهلين أهلين بس. اليوم كنتم صباحا بالاحتفال مع أهالي حلب وليلا أيضا اليوم نشارك أفراح أهالي هذه المدينة. كما قلنا صباحا يا بدر، الاحتفالات سوف تعم كل ساحات الوطن. صباحا كنا في ساحة سعد الله الجابري والآن في ساحة العزيزية وغدا في كل ساحات المناطق التي حررت. ما أجملها اليوم من مناسبة كبيرة جدا أن تتزامن أعيادنا الدينية وأفرحنا بهذه الأعياد سواء عيد الميلاد المسيح أو عيد المولد النبوي الشريف مع
انتصار الوطن، مع أعيادنا الوطنية، ولا يوجد أكبر وأجمل وأشمل من العيد الوطني الذي هو انتصار حلب، الذي سوف يكون فاتح الانتصار سوريا بإذن الله. رفيق، اليوم نقلتم محبة وتحية السيد قائد هذا الوطن السيد الدكتور بشار الأسد لأهالي هذه المدينة الصامدة. صحيح، القائد هذا الوطن والسيد الرئيس بشار الأسد يدرك الجميع ما يكنه من محبة لكل أبناء الوطن، لكن بالأخص لأبناء حلب. عاهد أبناء حلب أن العيد الماضي وأنا كنت في حلب أن العيد القادم سوف تطهر حلب من رجس، لن يأتي العيد القادم إلا وتكون حلب قد طهرت من رجس هؤلاء المجرمين، والآن فعلا يتحقق هذا الوعد من هذا القائد العظيم بفضل بواسل جيشنا العربي السوري الذين دكوا مواقع الإرهاب في كل هذه المناطق التي شاهدناها اليوم والأمس بأم العين. هذه الأفراح تعم حلب الشهباء بكل أطيافها بكل تجمعاتها، وهذا هو الشعب السوري دائما وأبدا بهذا النسيج الرائع بهذا التمازج وهذا التماهي المنقطع النظير. انظر من يمتلك هكذا شعب وهكذا جماهير وهكذا محبة للوطن ولقائد الوطن حكما سوف يكون منتصر، ونحن نقول أننا انتصرنا بإذن الله. إن شاء الله انتصرنا أكيد. معي السيد محافظ حلب حسين أحمد دياب، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. في هذه الليلة العظيمة ماذا توجه رسالة لأهالي حلب أنت كمحافظ لهذه المدينة؟ اليوم حلب تعيش فرحة الانتصار على الإرهابيين، تزامن اليوم مع عيد مولد المسيح رسول المحبة والسلام، واليوم كما تشاهدون نضيء شجرة المسيح في ساحة عزية. طبعا النصر الشامل لسوريا بات قريبا، وذلك بفضل صمود أبناء الوطن ودم الشهداء ودم الشهداء وألام الجرحى وجيشنا الباسل والشجاعة وحكمة السيد الرئيس بشار الأسد. شكرا. أيضا القس هارت يونس لميان، يعطيك العافية وألف مبروك نصر مدينة حلب. شو تحب توجه رسالة عبر شاشة الفضائية السورية؟ أهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. إن شاء الله عيد ميلاد يسوع المسيح، وبنفس الوقت هيدا يتزامن مع عيد المولد النبوي الشريف وانتصار مدينة حلب. هيدا تعبير عن محبة وتضامن الشعب الحلبي مع بعضه، وهيدا بداية النصر لجميع جغرافية سوريا. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. إذا مشاهدينا بدي أنتقل للأهالي يلي جاءوا إلى هذه الساحة من أجل الاحتفال بهذه الفرحة التي وانتصرت مدينة حلب. يعطيكم العافية، كل عام وأنتم بخير. شو تحبوا توجهوا رسالة اليوم؟ مبسوطين كتير. أنا من أرمينيا صار 25 سنة عايشة هون، ما تركت سوريا، حبي لسوريا وشعب سوريا. مبروك لسوريا كله وشعب سوريا. مبروك لنا جميعا، يعطيك العافية. أهلا، بحب أحيي الجيش وبتشكرهم على نصرهم، محيي الرئيس وشكرا لهم كلهم. شكرا. شو بتحب تقول؟ والله الفرحة أحلى فرحة نعيشها بحياتنا، يعني رجعت ولدت حلب من جديد بولادة سيد المسيح، عن جد شيء ولا أروع. هي حلب اللي منعرفها. أكيد هي حلب يلي منعرفها. شو بتحب بتوجهوا رسالة؟ مبروك لك كل شعب الحلبي لأنه عن جد نستاهل هالفرحة. شكرا. إذا مشاهدينا تتابعون هذا النقل الحي والمباشر من ساحة العزيزية، إذا الفرحة تملأ قلوب جميع الحلبيين والسوريين. يعطيك العافية، مبروك. تسلم عمو. شو بتحب تقول اليوم؟ الله لا يوفقنا الإرهابيين. الله يعافيك. شو بتحب توجهي رسالة؟ بوجه رسالة للبشار رئيس الأسد وبقول له مبروك علينا انتصار حلب ومبروك لسوريا كلها. واليوم اليوم صار عنا عيد ميلادين، ميلاد سوريا حلب وميلاد سيد المسيح، وعبيل كل سنة إن شاء الله. إن شاء الله عبيل كل سنة. يعطيك العافية. الله يعافيك، كل سنة سالم إن شاء الله. شو بتحب توجه رسالة اليوم؟ هلا أنا أول شيء أقول شكرا للجيش العربي السوري اللي قدم هالتضحيات كلها لهالبلد، ونقدم النصر للرئيس بشار حافظ أسد. شكرا كثير لكم. مثل ما شفنا مشاهدي الفضائية السورية هي فرحة أهالي مدينة حلب بهي الفرحة الكبيرة جدا بانتصارات الجيش العربي السوري. الحقيقة كنت يعني متمني أخذ أكثر عدد من اللقاءات، لكن
يعني لضيق الوقت سوف ننهي هذا البث الحي والمباشر من نقل فرع أفراح مدينة حلب بهذا الصمود وهذه الانتصارات التي فعلا هي بسطرها الجيش العربي. يقول يعني هناك يعني على ما يبدو هناك احتفالات، لا أعرف إذا سوف نبقى على الهواء أو لضيق الوقت سوف ننزل، لكن يعني يقول لي أن هناك يعني سوف تشعل الأضواء أضواء انتصارات التي هذه الانتصارات. نعم نعم سوف نعود مرة ثانية مشاهدينا الكرام إليكم في الاستوديو. نعم بدر جدعان شكرا جزيلا لك ومبارك لأهالي حلب ولكل سوريا هذه الانتصارات في حلب، شكرا لك. ومتابعة لأخبارنا، الحكومة في جلستها الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس تشكل فريق عمل لمتابعة إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والقرارات التي اتخذها الوفد الحكومي في زيارته إلى اللاذقية، وتقرر زيادة كميات الفيول المستوردة لتحسين أداء المنظومة الكهربائية. قررت الحكومة زيادة كميات الفيول المستوردة من الخارج بهدف تخفيض ساعات التخنين وتحسين أداء المنظومة الكهربائية. نتيجة خروج معمل حيان عن الخدمة، معمل حيان كان ينتج 3 مليون متر مكعب من الغاز، 3 مليون متر مكعب من الغاز هي تعادل 3000 طن من الفيول. هذا أدى إلى انعكاس سلبي على توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي زيادة ساعات التخنين الكهربائي على الأخوة المواطنين. اليوم مجلس الوزراء أخذ قرار بزيادة كميات التوريد لمادة الفيول عن الخطة المعمول فيها في التوريدات، وبالتالي سد النقص الحاصل في هذه المادة، وبالتالي أن يكون تلبية الاحتياجات للفترة القادمة من مادة الفيول، وبالتالي الانعكاس سيكون إيجابي على الطاقة الكهربائية وعلى ساعات التخنين في المرحلة المقبلة. الحكومة وافقت على مشروع قانون بمنح الشركات القائمة التي لم توفق أوضاعها وعقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية بتاريخ صدور هذا القانون مدة 9 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وفق أحكام قانون الشركات. وفرض المشروع غرامة مالية مقدارها 5% من رأس مال كل شركة لم توفق أوضاعها بحيث لا تزيد القيمة على 1,000,000 ليرة. الحكومة شكلت فريق عمل برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة وعضوية وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والموارد المائية ومحافظة اللاذقية ومكتب المتابعات في مجلس الوزراء لمتابعة إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والقرارات التي اتخذها الوفد الحكومي في زيارته إلى محافظة اللاذقية مؤخرا، على أن يقدم الفريق تقريرا شهريا إلى مجلس الوزراء. وراجعت الحكومة آليات منح إجازات الاستيراد والاستمرار بإعطاء ومنح إجازات الاستيراد للدول العربية أو للدول الأخرى، بحيث يستطيع أي تاجر أو مستثمر أو صناعي أن يستورد من المنتجات الأساسية والمواد الأولية اللازمة للإنتاج والتصنيع ومستلزماته. صار في أمر أوضح بكتير من أيام زمان، صار في عنا نحن اليوم قائمة يستطيع أي تاجر أي صناعي أي مستثمر أن يستورد من البضائع ومن المواد ومن المنتجات الموجودة ضمن هذه القائمة. هذه القائمة بالمجمل وبغالبيتها هي مواد أولية للإنتاج وللتصنيع ومستلزمات الإنتاج أيضا، هذا كله لدفع العملية الإنتاجية. وكلفت الحكومة وزارة الموارد المائية بإعداء مصفوفة حول التوسع بإنشاء السدات المائية وحاجة كل محافظة وفقا للمصدر المائي المتوفر وتقييم هذا العمل بشكل دوري. كما كلفت وزارة الصناعة بإعادة تشغيل معمل الورق في شركة اسمنت طرطوس وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب هذا التوقف منذ قرابة العامين. وناقشت الحكومة واقع المطابع التابعة للجهات العامة وأهمية تقييم عملها وأمكاناتها واستثماراتها بالشكل الأمثل ووضع رؤية تطويرية لواقع هذه المطابع وبشكل يعود بالفائدة على مختلف المؤسسات التابعة لها. ووجهت الحكومة وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان بمتابعة خطوات العمل في المرسوم 66 تنظيم خلف الرازي فيما يتعلق بالبنية التحتية والبرنامج الزمني للتنفيذ وتأمين التمويل المستمر حاليا ومستقبلا والبنية الإدارية والبيئة الاستثمارية للمشروع.
وطلبت الحكومة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التحضير لإطلاق حملة تشجير وطنية شاملة للتشجير الحراجي والمثمر تزامنا مع عيد الشجرة. الخميس الأخير من العام هو يوم عيد الشجرة، العيد الوطني للاحتفال بعيد الشجرة، وسيكون الاحتفال هذا العام في محافظة حمص في أحد المواقع التي تعرضت للحريق، لتوجيه رسالة إلى أننا سنزرع كافة المساحات التي تعرضت إلى التعدي إما بالقطع أو بالحريق. الحكومة ناقشت واقع الإذاعات الخاصة والعامة والدور الذي يجب أن تلعبه الإذاعات التابعة لوزارة الإعلام وأمكانية إحداث إذاعات خاصة في المنطقة الشرقية. بلال معروف، التلفزيون العربي السوري، مجلس الوزراء. لقاء جماهيري رسمي وشعبي للحث على التطوع في الفيلق الخامس اقتحام ولبيان التعليمات والشروط الخاصة بالتطوع. سنتابع تفاصيل هذا الخبر، لكن بعد أن ننتقل إلى حلب وإلى بدر جدعان مرة أخرى لإضاءة شجرة الميلاد في ساحة العزيزية في حلب. ايه معك على الهواء. مبروك حلب، مبروك سوريا، مبروك ابناء حلب اللي صمدوا هالفتره الطويله كلها. مبروك. هلا ناخذ لقاءات منكم. يلا إذن مشاهدي الفضائية السورية، مثل ما عم نشوف مئات المواطنين جاءوا اليوم ليحتفلوا بهذا الانتصار الكبير. طبعا أضيئت شجرة الانتصار، هذه الشجرة التي لطالما انتظرها الحلبيون كثيرا خلال 5 سنوات، يعني انحرموا هذه الفرحة في مدينة حلب الحقيقة من ساحة العزيزية، هذه الساحة التي استهدفها الإرهاب كثيرا بقذائف الغدر وقذائف الحقد، إنها اليوم تضيء بشجرتها احتفالا بانتصارات الجيش العربي في سوريا. الحقيقة لا شيء يصف مشاعر الحلبيين اليوم من خلال هذه الفرحة الكبيرة، ويعني الكل جاء إلى هذه البقعة من مدينة حلب ليحتفل بانتصارات الجيش العربي السوري. اسمحوا لي رح انتقل للأهالي يلي جئجوا اليوم فرحانين ليعبروا عن فرحتهم بانتصارات الجيش العربي السوري. كل عام وانتم بخير. العام وانت سالم. طبعا في هذه المناسبة العظيمة، كما قال السيد الرئيس، لقد تحول الزمن إلى تاريخ، وكما يقال الجائزة الكبرى في بداية العام فاصنعوها دواليب الحظ، لكن الجائزة الكبرى التي ربحتها حلب صنعتها رجال عظماء هم أبطال الجيش العربي السوري. وفي هذه المناسبة نوجه هذا الانتصار ونهديه إلى السيد الرئيس بشار حافظ الأسد الذي صدق وعد وصدق، وعد وأوفى، والشعب من ورائه عظيم عظيم وسيبقى عظيم حتى آخر المشوار تحت ظل قيادته السيد الرئيس بشار حافظ الأسد. كل عام وأنت بخير. يعطيك العافية. أنت بخير. فرحة ما هي؟ بس فرحة. يلا جايكم كلياتكم، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب، وسوريا كلياتها بألف خير. هذا النصر الكبير اليوم يلي عم نحتفل فيه هو نصر كتير كبير لكل سوريا. هذا النصر يلي نحن عم نعيشه، هالإنارة الحلوة هي إنارة نور، إنارة محبة، إنارة وفاء من كل شخص ضحى بدمه لأجل هذا الوطن كلياته. اليوم كلياتنا عم نهتف، كلياتنا عم نقول كلمات النصر يلي نحن بحاجة كنا إلى. كنا مؤمنين منذ البداية على أنه هذا النصر رح يكون أكيد، وطلع رهاننا هو الصح. سوريا منتصرة، سوريا مع ميلاد جديد، مع ولادة جديدة، مع محبة جديدة، سوريا باقية،
سوريا موجودة. شكرا لك. وكل عام وانت بخير. يعطيك العافية. وانت بخير وانت بخير. هاي فرحتنا، هاي فرحتنا لسوريا كلياتها. نتشكر المحافظ ورئيس الحزب والسيد بشار والجيش كمان. بتشكر كل الشعب السوري. فرحة ما هي؟ والله طبعا أكبر فرحة. الله وانتم بألف خير. اليوم هالسنة هالسنة راح تكون خير علينا كثير كثير. والحمد لله نشكر نشكر الجيش العربي السوري، نشكر سيادة الرئيس، نشكر سيادة المحافظ. كل راح يحكي كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. بنشكر جيشنا العربي السوري بهالانتصارات اللي قدمها لهالبلد ولهالشعب. بنشكر الجيش، بنشكر الدول الصديقة روسيا، بنشكر الصين، بنشكر كل شيء دعمنا للانتصار. ومبروك سوريا، مبروك سيادة الدكتور بشار حافظ الأسد. يلا كل عام وانتم بخير. إذا مشاهدينا فعلا هي فرحة كبيرة كثير من أهالي مدينة حلب جاءوا إلى ساحة العزيزية ليعبروا عن فرحتهم. يلا 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 جايكي جايكم كلياتكم رح نطلع. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. هاتي لأشوف. الله يحيي الجيش ومحيي الرئيس بشار الأسد. ويا رعيد يا رعيد. والجيش السوري جاي من بعيد. واللي ما يحب بشار ما يجي عليه العيد. انت بخير. بميلاد الرب يسوع ولدت حلب من جديد بالمغارة اللي ولد فيها الرب. ولدت وطلعت من المغارة القديمة لمغارة جديدة. والله يخلي لنا الدكتور بشار ويعبر. بحي الجيش. والله بحي الجيش. يلا الله يحميك. نفديك يا بشار بالراح بالدم. نفديك يا بشار بالراح بالدم. نفديك يا بشار. عم نشوف مشاهدين فعلا هي فرحة كتير كبيرة اليوم. أهالي حلب عم يعبروا عن فرحتهم بانتصارات وتطهير الأحياء الشرقية من مدينة حلب من رجس الإرهاب. أهالي حلب عانوا كثيرا من القذائف الصاروخية وعانوا كثيرا، وخاصة هذه المنطقة الحقيقة ساحة العزيزية، يعني هي من يعني من أكثر المناطق التي تعرضت للقذائف الصاروخية. يعني هناك عدد كبير من الأهالي الذين يريدون أن يتحدثوا عن الشاشة الفضائية السورية. يعطيكم العافية. الله يعافيك. إن شاء الله مبروك النصر الإلهي يا رب. ويخلينا الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية. ميلاد المسيح تزامن مع ميلاد النصر بحلب. نتمنى الشعب الحلبي صمد سنوات طويلة حصار وقذائف. صمدنا صار أربع سنوات. وهلا الآن احتفالات ابتهاج جنب النصر، وان شاء الله نصر لسوريا كلها. يلا كل عام كل عام وانتم بخير. يلا تحكي. يلا مبروك لسوريا النصر وخصوصا حلب. ميلاد مجيد. ميلاد مجيد. الله يحمي بشار الاسد لاني والله ما هو بشار الاسد. الله يحميهم. الله يحميهم ويحمي الجيش العربي السوري صانع الانتصارات وحامي سوريا وارضها وعرضها. اليوم بفضل الجيش العربي السوري يعني عم نشوف هالافراح هي اللي فعلا بتبشر بالخير وبتبشر بانهاء سوريا من كافه المجموعات الارهابيه المسلحه. لو سمحتوا صبايا ممكن لعندي لو سمحتوا. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. هلا اهلين. اليوم هلا في بث مباشر على التلفزيون السوري، شو بتحبي توجهي رساله لاهالي حلب؟ مو بس لاهالي حلب، لكل سوريا. ما في عنا طائفيه، نحن اسلام ومسيحيه كلياتنا سوريين. وبالاخير وهي احلى هديه من جوزيف فنون انه نحن ايد وحده بكافه الطوائف. طب اليوم عم نحتفل بهالفرحه هاي وكل اهالي حلب يعني مثل ما لنا شايفين بهالساحه اجوا من جميع المناطق. فرحة كبيرة. يعني واحد انه اول شيء فرحة خروج المسلحين، اثنين الانتصار السوري الحلبي، وقالها السيد الرئيس حلب في عيوني ونحن بنحطه في عيوننا وفوق راسنا وعم نستنى زيارته كمان. مبروك لكل السوريين. مبروك. يعطيك العافية. اهلا يا هلا. فرحة كثير كبيرة اليوم. اكيد فرحة كثير كبيرة بمناسبة انتصار الجيش العربي السوري على الارهاب والمسلحين كلياتهم. ايه طب هل هالفرحة هاي يمكن صرنا خمس سنوات ما شفنا هيك فرحة ما هي؟ طبعا صرنا خمس سنوات محرومين من هالفرحة ومحرومين من انه نحس ببهجة العيد بسبب الشهداء وبسبب الوضع العام بالبلد. واليوم انتصرنا. اكيد انتصرنا، اكيد انتصرنا لانه نحن على حق، لانه نحن بلد عم بتدافع عن مبادئها في الحياة، فاكيد رح ننتصر
بهمة الجيش العربي السوري وسيادة الرئيس بشار حافظ. أكيد بهمة الجيش العربي السوري رح ننتصر بفضل أشاوسنا الأبطال يلي ضحوا بدمائهم رخيصة طبعا. يعني منحب يعني ترحم على أرواح الشهداء يلي سطروا أروع ملاحم البطولة وأيضا بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة الوطن. يعطيك العافية أربي لعندي لو سمحتي أربي. كل عام وسوريا بألف خير والله يديم الجيش العربي السوري ويحمينا يا وخلينا سيادة الرئيس بشار الأسد. أكيد شكرا لك. طبعا يعني مثل ما عم نشوف ونتابع شوي لو سمحتوا يعني فعلا هي زحمة اليوم زحمة كتير كبيرة والعالم اليوم اجتمعت من أجل التعبير عن فرحتهم بهالانتصار الكبير اللي سطروا الجيش العربي السوري. أكيد هالشعب هاد يلي عم نشوفه شعب أبى إلا أن يتشبث بالأرض والعرض والحجارة والكرامة. هذا هو الشعب الذي وقف إلى جانب الجيش العربي السوري. نعم نعم هذا هو الشعب كما تشاهدون. هذا هو الشعب الذي أبى الخروج من مدينة حلب وصمد في مدينة حلب من أجل أن يأتي هذا اليوم ليحتفلوا بانتصارات الجيش العربي السوري. هذا هو الشعب الذي كان خلف جيشه وفي كافة في أفراحه وأتراحه لنكون اليوم لنحتفل بهذا الانتصار الكبير. كل عام وانتم بخير جميعا. كل عام وانتم بخير وانتم بألف خير. إن شاء الله ينعاد علينا بالخير والمحبة والسلام على هالبلد الحبيب سوريا وعلى هالمدينة المباركة الصامدة بشعبها الصامدة بشعب المؤمن المبارك بحلب. نحن اخترنا هاليوم المبارك لنحتفل كلياتنا بإضاءة شجرة أكبر شجرة بحلب. حلب المدينة اللي انتصرت على الإرهاب المدينة الحبيبة على قلوبنا كلياتنا. اخترنا هاليوم المناسب اللي بيصادف فيه بين عيد المولد النبوي الشريف وعيد ميلاد ربنا يسوع المسيح بالجسد. وإن شاء الله تكون سنة مباركة 2017 بالخير والمحبة وتكون نصر لكل سوريا بإذن ربنا. كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانت بخير. طبعا يعني اليوم أفراح أهالي مدينة حلب يعني جاءوا من كل الأحياء في المدينة. شو بتقول؟ نحن كلياتنا مجتمعين بهاليوم لنأكد للإرهاب أنه نحن صامدين، لنأكد لكل العالم نحن صامدين. هالشعب اللي هالفرحة ما راح تنتسى أبدا لأبد الأبدين. هالفرحة كتير كبيرة. لهذا الشيء نحن لازم دائما نكون إيد واحدة إيد مباركة حتى نعطي ونعلم العالم كله نحن سوريا تبقى للأبد واقفة على أجريها دائما. أكيد هي أيادي مباركة أيادي الجيش العربي السوري باركها الله ليحققون النصر على الإرهاب. طبعا بدك تحكي لا. شو بتحبي تقولي؟ مبروك لحلب ومبروك للجيش العربي السوري وعقبال كل سوريا يا رب إن شاء الله. أكيد مبروك مبروك أمي. شو بتحبي تقولي؟ للجميع لسوريا كلها ألف مبروك ألف مبروك. شكرا. طبعا يلا بحب أحيي الجيش السوري انتصرنا نحن وفضل الرئيس بشار الأسد. وكل عام وانتم بخير لكل سوريا وإن شاء الله نفرح بالأيام الجاي والأيام القادمة ونشوف سوريا دايما بخير إن شاء الله. كلياتنا مبسوطين. الله يعطيكم ألف عافية. طبعا مشاهدينا تستمعون إلى هذه الأغنية التي تعطي تفاؤل لأهالي مدينة حلب. هذا وجه الأرض وجهي هذا رصاصك يا حلب صارت طعم الموت أشهى في رصاصك يا حلب. هذه هي أكبر شجرة في مدينة حلب. أهالي مدينة حلب جاءوا اليوم ليحتفلون بهذه الشجرة الكبيرة. وأيضا لو سمحت محمد العلم السوري فعلا على بشكل العلم السوري الكبير على البناء وصور للسيد الرئيس بشار الأسد وضعها أهالي حلب بهذا الاحتفال الكبير جدا بمناسبة خروج المجموعات الإرهابية المسلحة وتطهير الجيش العربي السوري الإرهاب من مدينة حلب. وإن شاء الله يعني سيطهر الجيش العربي السوري ما تبقى من الأرياف الحلبية. بدي أنتقل أيضا للمواطنين. كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. أهلا. فرحة كتير. هاي أول مرة من 5 سنين بنشوف الضوء بالعزيزية. نحن لأنه أنا ساكنة هون من وقت الحرب ما بقى ضوء ما بقى زينة ما بقى عيد. هاي أول مرة بنشوف الزينة بنشوف الفرحة بعيون وقلوب الناس.
ما بنعرف نعبر فرحتنا لا توصف. مع هيك رئيس، مع هيك جيش، مع هيك شعب، ما في شيء بيوقفنا، ما في شيء حدا ممكن يهزمنا ابدا ابدا. اكيد ما حدا يهزمنا ابدا ابدا. يعطيك العافية. اهلا وسهلا. شو بتحبي تقولي اليوم؟ اول شيء بنبارك كل الشعب السوري بالانتصارات وبالاعياد، ونقول ان شاء الله السنه الجايه 2017 تحملنا المحبه والسلام والوئام، وان شاء الله وطننا تضل خضراء مثل هالشجر، وان شاء الله تكون الانوار تعم كل سوريا ان شاء الله. ان شاء الله بتتمنى. يعطيك العافيه. الله يخلينا سيادة الرئيس بشار الأسد، ويدوم الجيش العربي السوري على راسنا، والله يدوم الأفراح بسوريا جميعا وحلب خصوصا. وشكرا لكم وعلى هالفرحة العظمى بميلاد السيد المسيح. الله كل عام وانتم بخير. خلينا ناخذ لقطة للشجرة محمد لو سمحت، يعني هذه الشجرة مع هذه الأغنية فعلا شيء رائع. بكتب اسمك يا بلادي على شمس الماء بتغيب. يا بلادي على شمس الماء بتغيب، أهالي وأملاكي على حبك مالي حبيب. لا 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 غنوا غنوا. لا 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 أوفى دار البقليك الأشعار، يا دار الأوفى دار البقليك الأشعار. جبت مزروعة مزدوغار على الفرش العالي. مشاهدي الفضائية السورية، يعني فعلا هذا الاحتفال يعبر عن انتصارات أهالي حلب. إليكم في الاستوديو. نعم شكرا لك بدر جدعان، كنت معنا مباشرة من حلب لنقل هذه الأجواء الجميلة. مشاهدينا وبالعودة إلى خبرنا، لقاء جماهيري رسمي وشعبي للحث على التطوع في الفيلق الخامس اقتحام، ولبيان التعليمات والشروط الخاصة بالتطوع. تنفيذا للمرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2016 المتضمن تشكيل الفيلق الخامس اقتحام تطوعي، تم في محافظة درعا عقد لقاء جماهيري رسمي وشعبي بحضور اللواء هيثم عمران قائد المجموعة العملياتية وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ درعا، لحث المواطنين على التطوع والالتحاق بالفيلق الخامس كونه مهمة وطنية ومسؤولية تقع على عاتق جميع أبناء الوطن. وقد أكدت الكلمات التي ألقيت في اللقاء أن هذا الوطن لمن يدافع عنه ويحميه، ودرعا كباقي المحافظات السورية يجب أن تبقى درعا للوطن وقائد الوطن. أنتم تعلمون بأن الحرب التي تدور على الأرض السورية بأيد غريبة يجب أن نوقفها، وأن نستثمر الانتصارات التي تتحقق يوميا على الأرض السورية اعتبارا من محافظة حلب. واستكمالا لهذه الانتصارات يجب أن تتشكل قوى جديدة، ومن هذه القوى الفيلق الخامس اقتحام طوعي. طبعا يوجد مشجعات محفزات كثيرة للالتحاق بهذا الفيلق، وأهم محفز ومشجع هو تحقيق الانتصار على الإرهابيين على الأرض السورية. اليوم نحن نكرس ثقافة الصمود وثقافة المقاومة في إنشاء هذا الفيلق بالتعليمات الصادرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 23 لعام 2016. سيكون ناظم لعملنا في المحافظة، وهناك إجراءات أخرى ستتم في المناطق. بالنسبة لمناطق المحافظة، ازرع الصنمين درعا وباقي نشاطاتنا ضمن الشعب الحزبية والفرق الحزبية ستكون خلايا نحل لاستنفار انضمام كل شريف في هذا الوطن والالتحاق بهذا الفيلق. نجاح هذا الفيلق هو نجاح لقواتنا المسلحة، وهو رديف بقواتنا المسلحة، وفي النهاية لابد من تحرير هذه الأرض من براسن هؤلاء القتلة التكفيرين، ويكون أبناءنا دائما وأبدا هن لهم الأفضلية الأولى، ويجب أن يكونوا هن دائما في الأفضلية الأولى. وفي نهاية اللقاء تم تشكيل اللجان المعنية باستقبال طلبات التطوع والتعليمات الخاصة بالانتساب للفيلق الخامس.